إعادة تأهيل المخاء، إعادة تأهيل البنية التحتية، فتح الشوارع، المراد فيه الانتقال في هذه المديرية إلى المرحلة المتقدمة. مدينة المخاء في لها رؤية معينة على خلق قائد حريص دائما على 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 إعادة تأهيل هذه المدينة بتكون نواة ونموذج للمدن اليمنية. فتح كافة الشوارع وإزالة المخلفات في مدينة المخاء من أجل إعادة يعني زفرتها ورصها. نقوم اليوم بالزيارة مع الأخ مع الأخوة لزيارة هذه الشوارع، وهذا أمامكم شارع يعني شارع في حدود 16 متر، وشوارع أخرى أيضا زرناها قبل شوية في الداخل في الحالي وفي مناطق أخرى. إن شاء الله تستمر هذه الحملة لفتح كافة شوارع المدينة، وإن شاء الله تكون المرحلة الثانية مرحلة الزفلت ورصف الشوارع.